تعلم التخطيط المالي الذكي لميزانيتك الشخصية، وسنقدم إليك 5 تعديلات على ميزانيتك الشخصية تحتاج إليها هذا العام. بداية العام الجديد هو الوقت المناسب لتحديث ميزانيتك أو إنشاء واحدة في المقام الأول. كلما كنت أكثر دقة في التخطيط لميزانيتك، كلما ساعدك ذلك في توفير المال والسيطرة بإحكام أكبر على وضعك المالي. وهذه بعض التغيرات الذكية في الميزانية يمكن أن تساعد حقاً في تقريبك إلى تحقيق أهدافك المالية. أولاً المدخرات، فالمدخرات ثم المدخرات. ينبغي أن تتضمن ميزانيتك بنداً لكل فئة من فئات إنفاقك، سواء كان ذلك السكن أو الرعاية الصحية أو الاشتراك في شبكات التلفزيون الفضائية. ولكن الكثير من الناس ينسون بنداً رئيسياً وهو الادخار. إذا لم يكن في ميزانيتك أي مساحة للمدخرات، إذن حان الوقت لإعادة توزيع دخلك بحيث يأتي الادخار أولاً. الوضع المثالي هو أن تدخر نسبة 10% أو أكثر من كل راتب، ولكن إن لم يكن هذا ممكناً في الوقت الراهن، إذن ابدأ بما تستطيع عدم صرفه وارفع من المبلغ الذي تدخره كلما استطعت. إذن بصرف النظر عن عمرك أو دخلك، تحتاج إلى مبلغ للطوارئ يكفي لتغطية 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة. إذا لم تكن قد وصلت إلى هذا الهدف، أي مبالغ تدخرها يجب أن تذهب مباشرة نحو حساب الطوارئ. وعندما يكون لديك ما يكفي من المدخرات للمدى القصير، حول تركيزك على الأهداف طويلة الأجل مثل التقاعد أو المنزل الذي ترغب في شرائه. ثانياً، احسب فواتير واشتراكات المرة الواحدة في ميزانيتك الشهرية. لدى الكثير منا فواتير تفاجئنا مرة واحدة فقط في العام، مثل رسوم الصيانة أو تجديد الاشتراكات السنوية. في حال لم تحسبها في ميزانيتك، عليك أن تنظر إلى سجلاتك المالية وفواتيرك من الأعوام القليلة الماضية لتحدد هذه التكاليف التي تدفع مرة واحدة سنوياً، ثم تحسب مجموع تلك التكاليف وتقسمه على 12 وتدخل ذلك الرقم باعتباره أحد التكاليف في ميزانيتك الشهرية. ثالثاً، تجنب المطاعم والمقاهي قدر المستطاع. الكثير من المؤسسات الغذائية تكلفك أضعاف قيمة المنتج الذي تبيعه إليك، لذلك حتى وإن قللت من عدد المرات التي تتناول فيها الغذاء في الخارج، أو بدأت بإعداد قهوتك الصباحية في المنزل بدل من شرائها من المقهى، ستفاجئك المبالغ التي يمكنك توفيرها على المدى الطويل. رابعاً، تخلص من سيارتك. يمكن لامتلاك سيارة خاصة أن تكون ميزة لطيفة، وفي بعض الأماكن إنها ضرورة لابد منها. ولكن إذا كنت تعيش في مدينة تتوفر فيها وسائل النقل العام، ربما يجب أن تفكر في التخلص من تلك السيارة والاعتماد أكثر على المترو والحافلات والقطارات، وتدخر ما ستوفر من مصاريف البنزين والصيانة والتأمين وغيره. النقطة الخامسة والأخيرة، لا تعتمد على المكافآت. ربما حصلت على مكافآت سنوية إلى جانب راتبك على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن إن كنت تحسب ذلك المبلغ في ميزانيتك فأنت ترتكب خطأ كبير. المكافآت على وجه الخصوص ليست بأي حال من الأحوال مضمونة، وإذا مرت شركتك بعام سيء أو لم تحقق أهدافاً معينة، فقد تنحرم من هذا الدخل الإضافي في وقت تكون قد اعتمدت عليه عندما ارتبطت بالتزامات مالية.